السلام عليكم، معكم فاطمة زراوة مول، أخصائية نفسانية، بسيكولوج كلينيسيان، سيكسولوج، أخصائية في الاضطرابات الجنسية، وأخصائية كذلك في العلاج السلوكي المعرفي أو لا ثيرابي كوجنيتيف وكومبورتمونتال. جيت اليوم بغيت ندير هاد لا فيديو لأنه كنلاحظ كيوصلوا واحد المجموعة ديال لي ميل أو لا ديال لي ميساج في الانبوكس ديال لا باج من ناس كيكونوا عندهم بعض الأسئلة على مثلا الأزمات كيمروا بها أو على بعض الظواهر كيشوفوهم عند الناس اللي قراب منهم، وكيطلبوا مني أنا نشرح لهم شنو هما بالضبط هاد الظواهر هادو أو لا فين يمكن لهم يقلبوا على العلاج، شنو كيقدر يكون هاد العلاج. ومع الأسف ما كنقدرش نجاوب على هاد الميساج كاملين، دونك قلت علاش ما نديرش دي فيديو اللي ربما يلمسوا واحد المجموعه ديال الناس اللي حتى هما كيهمهم هاد الظواهر فيهم، ونحاول نشرح فيهم هاد الظواهر هادو بالاخذ بعين الاعتبار لو كونتكست ماروكا او لا المجتمع ديالنا المغربي. دونك الا عندكم نتوما يا بعض الاقتراحات على شي مواضيع اللي كيهمكم، اسئله كطرحوها ممكن لكم تخليوهم ليا سواء في لي كومونتير لتحت او لا في الانبوكس ديال لاباج بسيكوسفير او لا في لادريس ميل اللي غتلقاوها على لاباج. وكنتمنى لكم يوم موفق، يا تري بيانتو.